السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة لهذا اليوم. فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. فاصل الصحف المحلية مشاهدينا، مع هذا الفاصل نطلع إلى فاصل قصير وأهم الأخبار والعناوين في الصحافة المحلية الرياضية تحديدا. نبدأ مع جريدة الجريدة التي عنونت: العربي يجدد عقد رحيل 5 مواسم مقابل 50,000 دينار. وفي جريدة القبس: منتخب الناشئين ينهي استعداداته لمواجهة دي اتش سبور. أما جريدة الأنباء وفي صفحتها الرياضية: الفحيحيل يتعاقد مع 3 أفارقة. وجريدة السياسة عنونت: برقان يبرم 5 صفقات محلية. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وقبل الدخول والتعمق أكثر في صحفنا المحلية الرياضية تحديدا، سيكون معنا في الاستديو الإعلامي الزميل الرياضي ماجد المهندي للتعليق على بعض الأخبار الرياضية الواردة تحديدا في الصحافة المحلية. حياك الله معي أبو فرحان في حلقة اليوم، وشاكرين لقبولك الدعوة. حياك الله بسعود، أنا أسعد أمسي عليك ومسي على سادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. يمكن هذه أول حلقة بعد عيد الفطر المبارك. نعم. وبحلقة جديدة وتوقيت جديد. نعم. أسأل الله التوفيق في هذا المرحلة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله أبو فرحان، نبلش معاك أخبارنا الرياضية المحلية ومعكم مشاهدينا، وانطلاق أخبارنا الرياضية من جريدة الجريدة والتي عنونت: العربي يجدد عقد رحيل 5 مواسم مقابل 50,000 دينار. علمت الجريدة أن مجلس إدارة نادي العربي نجح أخيرا في تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم أحمد رحيل لمدة 5 مواسم، وعلم أن الطرفين اتفقا على توقيع العقد بينهما مقابل 50,000 دينار تقسم 10,000 في كل موسم. وسبق أن انضم رحيل الأخضر في يناير 2018 في صفقة انتقال حر، قبل أن يصبح إحدى الركاز في خط الدفاع الذي كان بوابته لتمثيل منتخبنا الوطني بعد تألقه بشكل لافت. وتسعى إدارة الأخضر لترميم الفريق وإبرام عدة صفقات لتدعيم صفوفه قبل انطلاقة منافسات الموسم الكروي المقبل. حياكم الله من جديد مشاهدينا، مع الأستاذ ماجد المهندي للتحليل والتعليق على أهم الأخبار الرياضية في صحافة المحلية. أخوي ماجد أبو فرحان، تعليقك بداية على الصفقة الخاصة بتجديد عقد مدافع نادي العربي أحمد رحيل 5 سنوات مقابل 50,000 دينار. اعتقد ان حتى المبلغ يمكن نوعا ما مقبول نوعا ما، انا توقعت اكثر. احمد رحيل احد الركائز الاساسي، احد النجوم القادمه في قوه، قدم نفسه بشكل مميز خلال الموسمين، الموسم ونص بالتحديد. الموسم الماضي في ظل عدم تعاقد العربي مع نجوم او منع من التعاقدات، احمد رحيل قدم نفسه بشكل مميز. نعم. مثل المنتخب الوطني، واتمنى يكون له في المستقبل تمثيل المنتخب الوطني خط الدفاع والمحاول او نقول السناتر الدفاعيه. نعم. اعتقد عمله نادره حاليا في الخليج على مستوى عام. احمد رحيل قام مميزه، قدم نفسه بشكل مميز، بشكل في اعتزال في ظل اعتزال النجوم الدوليه في المنتخب الوطني مثلا مساعد ندى، حسين حاكم. نعم. اعتقد احمد رحيل احد الوجوه القادمه في قوه في انه يثبت نفسه في التشكيله الاساسيه، ليس مجرد في النادي العربي ولكن على مستوى منتخب الكويت الوطني. لاعب للأمانة قدم نفسه بشكل مميز، لاعب أنا بالنسبة لي أنا يمكن لي علاقة فيه، شهادتي فيه مجروحة، ولكن لاعب مميز جدا جدا جدا، وأتوقع له مستقبل بإذن الله قادم في المنتخب الوطني قبل النادي العربي. نتمنى له التوفيق أحمد رحيل مع النادي ومع منتخب الكويت الوطني بالتأكيد. هذا بالنسبة للاعبين المحليين أخوي ماجد. بالنسبة لملف المحترفين ما يخص إدارة النادي العربي، يعني هل هناك أي أخبار جديدة فيما يخص التعاقدات، خصوصا سمعنا أن العربي أنهى مع مدرب إسباني لتولي القيادة الفنية
اذا صح معلومتي او قريب. نعم قريب. نعم. في التعاقد مع مدرب اسباني وطلعت تسريبات مؤخرا. نعم. واعتقد انه قريب جدا في التعاقد مع هذا المدرب. في ظل عدم وجود مدرب اعتقد صعب التعاقد مع كل المحترفين، تعاقده مع يوسف قلف اللاعب السوري اللي قدم سوري. نفسه. نعم. بشكل مميز في الدوري السعودي. اعتقد اداره النادي العربي شفت التشكيل الاداري المميز اللي يملك خبره لاعبين واداريين. صحيح. شفناه في الفتره الماضيه طلع التشكيل برئاسه خالد عبد القدوس اللاعب السابق. صحيح. احمد النجار له خبره مع المنتخب الوطني وكان اداري في المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. في لاعبين الامانه تشوف التشكيل الاداري والتشكيل اللجنه الفنيه اللي شكلها مجلس النادي العربي مع احمد موسى وخالد عبد القدوس، اعتقد ناس نجوم قادره انها تنطر المدرب بحيث ان ما يكون في عذر. السيوله متوفره، اداره جديده لازم تلبي تعطش الجماهير الكبيره للنادي العربي. صحيح. الناس تنطر انجاز وتنطر الامانه حصاد الاداره هذه اللي. صحيح. تغيرت بعد 19 سنه جت اداره جديده. فاعتقد انك تنطر المدرب على الاقل يحدد الاماكن الخلل، يحدد الاماكن اللي يبيها المدرب وفق رؤيته وفق طموحاته وفق الجدول الزمني او اللي يبي منه مجلس اداره. لما تجد المدرب لازم تحط لك تارجت معين، تحط شنو تبي انت، تنافس على الدوري، تبي بطوله كاس نفس قصير، تبي الثاني. النادي العربي اعتقد اذا قلنا النادي العربي بغض النظر عن المشاكل طموحه دائما الاول في كل البطولات، ولكن نظر لفتره الغياب اللي ابتعد فيها النادي العربي اعتقد راح تكون في طلبات، واعتقد في جدول زمني للاداره هذه أولويات. موسم بعد موسم. صحيح. فاعتقد لازم تصير اولويات عند المدرب وتعاقدات وفق اماكن يراها هو يحددها المدرب. بحيث انه يتحمل المسؤوليه الكامله في نهايه الموسم عن التعاقدات وعن طريقه اللعب وعن النتائج اللي طالبتها من الاداره. ونكمل معك اخبارنا المحليه ومعاكم مشاهدينا، وهذه المره مع جريده القبس والتي عنونت منتخب الناشئين ينهي استعداداته لمواجهه دي اتش سبور التركي. استقر الجهازان الفني والإداري لمنتخب الناشئين لكرة القدم على إقامة أولى مباريات المنتخب ضمن معسكره الحالي في تركيا أمام فريق دي اتش سبور التركي، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لخوض نهائيات غرب آسيا للناشئين والمقررة في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 من الشهر المقبل، حيث يقع منتخبنا في المجموعة الثالثة برفقة منتخبي السعودية والعراق، ويعقبها في شهر سبتمبر من العام الجاري إقامة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للناشئين والمقررة أيضا في الأردن. ما زلنا مكملين معكم مشاهدينا مع الأستاذ ماجد المهند الإعلامي الرياضي، الإعلامي الصحفي الرياضي تحديدا. أخوي ماجد، كيف تجد الاهتمام بمنتخب الناشئين من قبل القائمين على هذا المنتخب، خصوصا أنه داخل على استحقاقات مهمة فيما يخص بطولة كأس آسيا للناشئين وكذلك غرب آسيا للناشئين؟ غرب آسيا نوعا ما بطولة إعدادية لكأس آسيا اللي في ديسمبر. توجه رسالة شكر للإخوان القائمين على الاتحاد على هذه المعسكرات وعلى هذه الدراسة وعلى هذه المشاركة في البطولات. نعم. مستحيل أخوي عبد العزيز أنك تبني أو تنظر مستقبلا إلى نتائج منتخب أول أو ترضي طموحات الجماهير بعد الإيقاف ثلاث سنوات اللي يكون شغلك الأساسي من البراعم. نعم. من الناشئين. صحيح. من الشباب. فأعتقد العمل على معسكرات وزياده المشاركه في البطولات واستعداد لغرب اسيا اعتقد باذن الله مستقبلا راح تحصل نتائج على مستوى منتخب الشباب او الاولمبي او المنتخب الاول. فبدايه العمل وما في عمل يبدا الا من الصغار. من الاساس. فجهم تحيه على هذا الاهتمام في القطاع هذا في الناشئين في المشاركه في البطولات الاقليميه، على الاقل باذن الله اللاعبين يكتسبون خبره يكتسبون مشاركه باذن الله راح تكون الفائده لانديتهم في المرحله هذه، اضافه الى طلع لك كم لاعب. العمل في كل الانديه في المراحل الشنيه بحيث انك تطلع كم لاعب المنتخب الأول. صحيح. الفريق الأول. فبإذن الله هالمشاركة هذه راح نلقى إن شاء الله إذا استمرت وفق الدراسة وفق الخطط هذه اللي قاعد نشوف المشاركات هذه المتنوعة في منتخب الشباب ومنتخب الناشئين والمعسكرات هذه. نعم. بإذن الله راح نلقى حصادها، ما راح نلقاها في المدى القصير لكن في إذن على المدى الطويل بعد ثلاث سنوات أربع سنوات راح تشوف إن هذه جابت نتيجة. صحيح. وتشوف نتائجها على فرقهم وعلى المنتخب الأول بإذن الله. إن شاء الله بالتأكيد كل التوفيق لجميع مراحل السنية للمنتخبات الوطنية وبالتأكيد لي منتخب الناشئين فيما يخص من استحقاقات قادمة. نستكمل معكم مشاهدين أخبارنا الرياضية المحلية ونفتح صفحات جريدة الأنباء التي جاء فيها الفحيحي يتعاقد مع ثلاثة أفارقة. اقترب الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل من حسم ملف المحترفين الخمسة للفريق الأول بعدما استقر رأيه على تعاقد مع ثلاث محترفين أفارقة دفعة واحدة، وهم الغانيان أوبوكا ويعقوبا، فيما سيتم الكشف عن هوية المحترف الأفريقي الثالث بعد توقيعه على العقد، وذلك إلى جانب لاعب وسط الصفاقس التونسي السابق شادي الهمامي الذي أرسل إليه العقد لتوقيعه، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع المحترف الخامس وعلى الأغلب سيكون مهاجما أفريقيا، كما يسعى الجهاز الإداري لتعزيز صفوف الأحمر بأكثر من لاعب محلي.
وما زلنا مكملين معاكم مشاهدينا في اجواء الصحافه الرياضيه المحليه ومع الاستاذ الاعلامي الرياضي الاستاذ ماجد المهندي. استاذي، تقييمك لتحضيرات وصفقات نادي الفيحيل الموسم الجديد، وهل تتوقع ان يظهر نادي الفيحيل او مثل ما يلقبونه الفريق الاحمر بشكل مغاير عما ظهر عليه في الموسم الماضي؟ الماضي نعم، ما يمكن ما ساعد القسم الثاني للامانه. الفيحيل قدم مستوى مميز في القسم الثاني، ولكن بعض النتائج قدم مستويات مميزه ولكن ما خدمته بعض النتائج، لذلك هبط الى الدرجه الاولى. نعم. محمد هليس قدم عمل مميز في القسم الثاني، تعاقدات الموسم الماضي للامانه كان فيها عمل وفيها منذر ابو عمار اعتقد وحتى احد الاسماء المرشحه للنادي العربي، قدم مستوى مميز. ابراهيم الزواهر المدافع قدم نفس المستوى مميز، ولكن اعتقد الفيحيل جانب التوفيق في بعض المباريات قدم فيها مميز، ولكن النتائج ما خدمته. وهذه طبيعه انت لما تكون في الدرجه الممتازه ضروري انك تكون، يعني لما تلعب القادسيه والعربي والكويت غير لما تلعب مع الفرق الدرجه الثانيه. الفيحيل امس العام الماضي قدم الامانه ما كان يستحق نوعا ما، نعم المركز الاخير، ولكن لما تشوف مستواه طول الموسم ما كان يستحق الهبوط نظرا للمستويات اللي قدمها، ولكن نعم. التوفيق جانبي في اغلب المباريات يقدم مستوى، ولكن يخسر في اخر دقيقه، يتعادل في اخر دقيقه، فتروح منه مباريات نوعا ما سهله. نعم. فاتوقع لهم العوده الموسم القادم، فريق قاعد يعمل، رئيس مجتهد قاعد يعمل، الانديه كلها اعتقد مقبله على تغيير معين، ايرادات معينه، الاستثمار القادم الانديه قاعد تبرم تعاقدات، راح يكون ان شاء الله الانديه حتى محترفيه ومحترفين راح تتغير خلال السنتين الموسم الماضيه. الاخوه في الاتحاد قاعد يتكلمون عن الرخصه الاسيويه وهي دوري محترفين باذن الله قادم، راح يكون تاثيره على الدرجه الاولى قبل الدرجه الممتازه. فباذن الله اعتقد ان الفيحيل تعاقداته هذه نعم يمكن الكواليتي ما نقدر نحكم عليه باستثناء شادي الهمامي، تعاقدات الموسم الماضي افضل كانت. نعم. على المستوى على النتائج نعم، ولكن اللاعبين قدموا نفسهم بشكل مميز. الموسم الماضي الموسم القادم اعتقد اللاعبين الافارقه اذا كانوا في مستوى الطموح راح يساعدون في الى الظهور. نعم، صفقه نقولها صفقه الموسم شادي الهمامي اسم كبير في منتخب تونس. صحيح. قدم نفسه مع نادي الكويت بشكل مميز. صحيح. اذا كان اللاعب نفس المستوى اعتقد راح يقدم شيء للفيحيل. بالحديث عن المحترفين بالنسبه لدورينا وكذلك الانديه المحليه، كيف يتم البحث؟ يعني شنو الاليه اللي تشوفها ابو فرحان من قبل الانديه في عمليه اختيار المحترفين، يعني من وجهه نظرك كونك اعلام رياضي؟ اعلام رياضي وكنت اداري نوعا ما، كنت اداري في بعض الانديه قعدت 10 مواسم، فدائما الاداره اللي تبي تنجح او تبي تعمل او تترك بصمه تجد مع المدرب تحط تارجت معين، تحط شنو طموحاتك، هل انت تبي تحاشي الهبوط، هل انت تبي تصعد، هل انت تبي مركز مؤهل للبطولات القاريه. بالضبط، هنا تحدد الهدف من بدايه الموسم، تقعد مع المدرب وتحط الاهداف، يقول لك المدرب وفق الاهداف هذه انا ابي لاعب بالهجوم ولاعب بالمركز، ابي خمس محترفين. نعم. ابي بالدفاع. نعم. بحيث انك تحاسبه بالانتقادات الشتويه تقيم معه نص الفتره هذه نص الموسم وين وصلت بالخطه اللي انت عادها. العادة. اذا كانت تعاقدات الانديه وفق الرؤيه هذه باذن الله راح نلقى محترفين وراح نلقى انجازات للانديه وراح نلقى ان العالم اشتغلت نوعا ما بالعمل الفني. صحيح. اكثر من الاداري. إدارة. ولكن اذا انت بالتعاقد مع متعهد وتكون فيه العمل فوضوي بانه خلاص اجيب اربع محترفين فيها تكسبات وفيها خشمك اذنك بالعاميه. نعم. ما راح تتطور ولا راح المحترف يكمل وراح تكبد النادي خسائر باذن الله. انك تتعامل مع محترف بس مجرد انك تشوف سي دي، علاقتك مع المتعهد، علاقتك مع ناس معينه، فانت ما راح تعرف. نفوذ الرئيس ما ياخذ استشاره مجلس اداره النادي. صحيح. نفوذ مدير الكره ما ياخذ استشاره اعضاء مجلس اداره. هذه اعتقدنا نعيش بالفوضويه نوعا ما من المواسم السابقه. نعم. باذن الله انا اللي قاعد اشوفه في نظره وتحسنت بعض الانديه بالتعاقدات المواسم الماضيه. نعم. الاخيره باذن الله المواسم القادمه راح تشهد تغيير، راح تشهد مراقبه، راح تشهد عمل من كل الانديه نظرا للايرادات اللي راح تكون جايه للانديه. جايه للانديه، اتمنى التوفيق لكل الانديه الكويتيه وظهورها بصوره مشرفه وصوره جميله فيما يخص ان شاء الله منافسات الموسم القادم سواء على المستوى المحلي وكذلك القاري. اخر اخبارنا المحليه مشاهدينا ستكون مع صحيفه السياسه والتي عنونت برقان يبرم خمس صفقات محليه. نجح نادي برقان في ابرام خمس صفقات محليه في الوقت الذي توصل فيه الاتفاق النهائي مع مهاجم برازيلي واربعه افارقه لتعزيز خطوطه الثلاثه استعدادا للموسم الجديد. وحصل برقان بقياده مدربه ماهر الشمري على توقيع كل من جاسم كرم ويوسف بوطيبان والحارس عبد الرحمن الشريفي وبدر العنزي واحمد الصقر لينتهي مبكرا من ملف التعاقدات المحليه. وقطع النادي شوطا طويلا من التفاوض مع المحترفين الخمسه برازيلي واربعه افارقه الذين يخوضون تجربه اللعب في الدوري المحلي للمره الاولى. وما زلنا نكمل معكم مشاهدينا في اجواء الصحافه الرياضيه المحليه ومع الاستاذ ماجد المهندي الاعلامي الرياضي. استاذي، برقان من خلال صفقاته
هل تجد أن النادي سيعطي اهتمامه هذا الموسم الفريق الكروي كما عملت في السنوات السابقة، خصوصا يعني كان برقان منافس على الصعود لدور الدرجة الممتازة لولا المباريات الأخيرة؟ نعم المباريات الأخيرة نعم بعد الانتخابات، بعد الانتخابات اللي كان في منتصف يناير أعتقد برقان اختلف أداءه بدأ في الهبوط للأمانة، ولا كان في إلى شهر يناير كان ينافس حتى على بطاقة الصعود وكان المركز الثاني صحيح. ولكن بعد انتخاباته وبعد الشهر واحد بدأ الفريق يهبط تدريجياً، تحاول تلاحق نفسه في كأس الأمير، تشرفوا في مصافحة سيدي صاحب السمو، قدموا مستوى مميز، حصلوا المركز الثالث في مسابقة كأس سيدي صاحب السمو صحيح. في إنجاز يعتبر تاريخ للنادي اللي ما بلغ تأسيسه أكثر من 4 إلى 3 سنوات صحيح. فأعتقد بإذن الله الفريق راح مع التعاقد مع ماهر الشمري، ينبئك أن الفريق ماهر الشمري قادم من الدوري السعودي لخبرة سابقة صحيح. الفريق التعاقدات المحلية هذه اللاعبين أنا تابعت ماهر الشمري نعم ما في تدريب الأحد الأندية المحلية كذا نادي، اللاعبين هذول يعرفون ماهر الشمري دائما يتعاقد مع نوعية اللاعبين هاي، تعرف يخدمه في كذا مركز صحيح. سواء في خط الدفاع أو خط الوسط أو خط الهجوم. أبو طيبان ارتبط اسمه مع ماهر الشمري، اللاعبين للأمانة قاعد يعرف شنو يختار، قدم مستوى مميز مع الصليبيخات يعني كان قريب من الصعود، أعتقد أنه راح تنبأ مع برقان مع الصفقات المميزة، برقان قدمنا مميزين، المحترف سوما قدم نفسه في مشاكل مميز مع الشباب، نوعية اللاعبين قاعد يجيبون برقان لاعبين الأمانة قاعد يثبتون قاعد ينتقلون للأندية الكبيرة، فبإذن الله أعتقد أن برقان قادم على عمل مميز جدا جدا إن شاء الله. كل التوفيق لنادي برقان ولجميع أنديتنا المحلية، كل الشكر للأستاذي لك أستاذي ماجد المهندي الإعلام الرياضي على تواجدك معي في حلقة اليوم، شرفنا واسعتنا وبالتأكيد أثريت الحلقة من خلال تحليلك وتعليقك على أبرز أخبار رياضية المحلية. شاكر لك سعود، أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك أستاذي. مشاهدينا بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم وقبل التوغل في الصحافة العربية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ مع الراية القطرية، العنابي يدخل مرحلة التجهيز النهائي لكوبا أمريكا. وفي الرياضية السعودية الجدعاني يتمسك بالوحدة. أما صحيفة عمان العمانية، منتخب النشامة يبحث عن الصورة المشرفة أمام إندونيسيا اليوم. حياكم الله من جديد مشاهدينا وجولة الصحافة العربية، وأولى صحفنا العربية ستكون من جريدة الراية القطرية والتي عنونت العنابي يدخل مرحلة التجهيز النهائي لكوبا أمريكا. يدخل منتخب قطر لكرة القدم في مرحلة إعداده النهائية وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراته الافتتاحية في بطولة كوبا أمريكا يوم الأحد المقبل أمام منتخب باراغواي في إطار مباريات المجموعة الثانية على ملعب الماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك من خلال استئناف تدريباته بعد الحصول على راحة من التدريبات اليوم أمس يوم أمس عقب المباراة الودية التي لعبها العنابي أمام فريق مادوريرا البرازيلي. ويسعى الجهاز الفني للأدعم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز الوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة وجاهزية فنية قبل المباراة الافتتاحية. بالتأكيد كل التوفيق للمنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا بما أنه يمثل الخليج العربي والدول العربية في بطولة كوبا أمريكا، وأول فريق عربي يشارك من مثل هذه البطولات في بطولة كوبا أمريكا في القارة الأمريكية الجنوبية، فكل التوفيق للعنابي. ثاني صحفنا العربية مشاهدين ستكون مع الرياضية السعودية والتي عنونت الجدعان يتمسك بالوحدة. أكد عبد الله الجدعاني حارس مرمى فريق الوحدة الأول لكرة القدم استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى رفضه عروضا شفهية للمغادرة الصيف الجاري. وذكر الجدعاني أنه باق حتى نهاية عقده في يونيو 2020 إلا إذا كانت نية النادي الموافقة على رحيله، ولفت إلى تطلعه للمشاركة أساسيا في الموسم المقبل بعد انتهاء استعارة المصري محمد عواد.
وثالث صحفنا العربية مشاهدين ستكون مع الدستور الأردنية والتي جاء فيها منتخب النشامة يبحث عن الصورة المشرقة أمام أندونيسيا اليوم. يبحث المنتخب الأردني لكرة القدم عن تغيير الصورة القاتمة التي ظهر عليها أمام سلوفاكيا وخسرها 5 أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي تجمعه اليوم على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة في إطار استعداداته المبكرة لخوض تصفيات كأس العالم 2022. ويسعى البلجيكي فيتال بوركلمانز إلى قيادة منتخب النشامة لتحقيق فوز يحافظ من خلاله على مستواه على لائحة التصنيف الدولي قبل إجراء قرعة تصفيات المونديال المقررة الشهر المقبل، فيما تبدأ المنافسات في سبتمبر القادم. ومع خبر منتخب النشامة ننهي جولتنا في الصحافة المحلية وكذلك العربية لننتقل إلى أهم الأخبار والعناوين في الصحافة العالمية، ولكن من بعد الفاصل. بداية مع راموس يحقق رقما تاريخيا بقميص الماتادور. وفي صحيفة توتو سبورت الإيطالية مانشيني نريد استعادة مكانة الأزوري. وصحيفة التايمز بوغبا يوافق على العودة لليوفي. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وآخر جولاتنا الصحفية مع الصحافة العالمية والتي نستهلها من صحيفة أس والتي عنونت راموس يحقق رقما تاريخيا بقميص الماتادور. حقق المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس رقما تاريخيا بقميص لاروخا بعدما هز شباك السويد، وفازت إسبانيا على السويد بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات فإن راموس رفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 20 هدفا، مشيرة إلى أن هناك مدافعين فقط في تاريخ منتخب الماتادور قد تمكن من الوصول إلى 20 هدفا أو أكثر، وهم فرناندو هييرو مدافع ريال مدريد السابق وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الحالي. ورفع راموس رصيد أهدافه منذ انطلاق مسيرته الكروية في عالم كرة القدم إلى 109 أهداف في عالم كرة القدم. وصحيفتنا التالية مشاهدينا من أو العنوان التالي من صحيفة توتو سبورت الإيطالية والتي جاء فيها مانشيني نريد استعادة مكانة الأزوري. بعد أن خطف الأضواء في الجولات الثلاث الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهايات كأس أوروبا، يتطلع المنتخب الإيطالي إلى مواصلة عروضه الجيدة عندما يستضيف البوسنة والهرسك اليوم في تورينو. وسجل الأزوري إجمالي 11 هدفا خلال المباريات الثلاث، ولم تهتز شباكو بأي هدف، وذلك مع نهاية العام الأول لمانشيني في منصب المدير الفني. وقال مانشيني: نحقق خطوات متقدمة في مشروعنا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لحصد البطولات. وتابع مانشيني: ندرك صعوبة مواجهة منتخب البوسنة الذي يضم زيكو مهاجم روما وصانع العاب يوفنتوس بيانيتش. وآخر أخبارنا من الصحافة العالمية مع صحيفة التايمز والتي عنونت بوغبا يوافق على العودة لليوفي. قال تقرير صحفي إيطالي أن الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد وافق على الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بعد 3 سنوات من رحيله عن السيدة العجوز. وفقا لموقع كالتشو ميركاتو الإيطالي فإن باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس وافق بالفعل على شروط بوغبا للعودة إلى البيانكونيري. وأشارت صحيفة التايمز إلى أن باراتيتسي كان حاضرا في خسارة فرنسا أمام تركيا وعقد لقاء مع بوغبا، حيث أخبره الأخير برغبته في الرحيل عن اليونايتد والعودة من جديد إلى اليوفي. ويهتم يوفنتوس باستعادة الفرنسي في ظل رغبته بحصد لقب دوري الأبطال. ومع خبر بوغبا مشاهدينا وصحيفة التايمز هي جولتنا في مختلف الصحف المحلية العربية وكذلك العالمية. قبل الختام مشاهدينا، العديد أود أذكركم بالعديد من المباريات على المستوى الأوروبي وكذلك القاري الآسيوي في مختلف البطولات، وبالتأكيد أهمها بطولة التصفيات المؤهلة إلى نهايات كأس أمم أوروبا. فمشاهدة ممتعة وطيبة لكم إن شاء الله. أما نحن نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد
مع آخر الأخبار الرياضية في مختلف الصحف المحلية العربية وكذلك العالمية. مع هذا مشاهدينا أو مع كل هذا شكرا لكم على حسن المتابعة، طبتم وإلى اللقاء. ما شاء الله يا أبو يعقوب.